ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أأكد لحضراتكم أن قطاع الصناعات الغذائية على موعد مع معركة حقيقية في معرض سيال الدولي للصناعات الغذائية. هذا المعرض في الفترة ما بين 19 إلى 24 أكتوبر، وهو واحد من أخطر وأصعب وأضخم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية. أكثر من 120 شركة مصرية بتنافس 4000 شركة عالمية بعدد حضور يتجاوز 400,000 محترف في قطاع الصناعات الغذائية. هو معرض ليس للأفراد ولكن للشركات الكبرى وللدول حتى تحقق الأمن الغذائي. احنا دولة كبيرة جدا في قطاع الصناعات الغذائية. يكفي ان اقول لحضراتكم ان صادراتنا في اول 6 شهور من العام 2024 وصلت $3,700,000,000، وعندنا هدف وهنحققه باذن الله اننا نوصل ل$7,000,000,000 صادرات من قطاع الصناعات الغذائية بنهاية عام 2024. إذن احنا دولة قوية جدا في هذا القطاع، قوة لا يستهان بها على الإطلاق، وكل دول العالم عاملة حسابنا في معرض سيال. وبالمناسبة معارض سيال وأنوجا وجلف فود المتخصصة في الصناعات الغذائية هي بمثابة كأس العالم لقطاع الصناعات الغذائية، وإحنا مش رايحين للتمثيل المشرف، مش بعتين 120 شركة مصرية من أكبر الشركات في المنطقة العربية والشرق الأوسط للتمثيل المشرف. إحنا رايحين عشان نتصدر العالم في الصناعات الغذائية، ده إن لم نحصل على كأس العالم في معرض سيال، يعني هنجيب جون مباشر. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت الانتقال إلى بناء المدارس وتأسيس المدارس وإنشاء شركات مساهمة. موضوع سهل خالص، خفتش؟ موضوع مرعب. انت كنت شاهد على الفكرة دي اول ما طرحناها في 2020. النهاردة حضرتك بتتجول معنا في المدرسة. بس ما تخيلتش هتعمل كده. 3900 موظف حول العالم، 40% منهم في قسم الابحاث والتطوير. رايك زوان يعني خضر، تقاوي خضر. مظبوط. الفاكهة امتى؟